من الشيطان الرجيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا مكونة من كلمتين اثنين أن ولا، ولما بيجي الحرف النين واللام بينعم لهم حاجة واحدة، النين تتقلب لام وندغمهم في بعض يبقى ايه، يبقى ألا معناها ايه، أن لا. طيب وزين لهم الشيطان ايه أعمالهم، ليه؟ لألا يسجدوا. عندنا لما يجي حاجة فيها حرف جر إن كان الأمر معروف نحذف حرف الجر، عجبت أن يقدم فلان علينا، عجبت من أن يقدم فلان علينا، فما دام المعنى يتضح يحذف الجر يبقى فهم لا يهتدون. زين لهم الشيطان وأعملهم عشان إيه؟ لأن لا يسجدوا لله، فحذفنا حرف الجر خلاص وادغمنا النون في اللام فبقت لام ايه مشدده. في بقى قراءه ثانيه الا يسجدوا، يعني ما كانش صح يسجدوا، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. مش معنى الخبأ في السماوات والارض؟ قالك لان مقومات الحياه كما قلنا النبات الاساس، النبات يجي منين؟ من مطر، وهي تجيب ميه وارض فيها ماده خصوبه يوم يطلع المطر، يبقى الحاجه اللي بيعك وعم حياتكم. طب وايه اللي عرفوا بقى انهم يعني هو اللمحه اللي راح عليه شافهم يسجدوا للشمس إيه ازاي بقى؟ اما قال لك ايوه هو بقى لما طاف كده لقى قوه في المكان اللي بتقعد فيه بالقيس، القوه ده هي ساعة ما تطلع الشمس تيجي في احنا نشوف عاملين معبد في الصعيد وعاملين فيه طيران، كل يوم تطلع الشمس من طاقة ما تطلعش من التانية، فالطاقة دي معمولة بشكل ساعة الشمس ما تطلع تضرب في البتاعة دي تقوم تتنبه لها تقوم هي تستقبلها وتايه وتسجد. ولذلك لما هيجي بقى انه يروح يلقي الكتاب عمل ايه؟ راح عند الطاقة وسدها بجناحها، فلما سدها بجناحه هي قاعدة تنتظر لها معاد كده الدنيا عيلته لسه الشمس ما طلعتش ولا ايه؟ قامت راحت على الطاقة، قام هو سايب الطاقة فراح رامي الايه؟ راح باب الكتاب فيه. يبقى التجربة الأولانية نفعته في التجربة الايه؟ التجربة الثانية. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. ذيك ولها عرش عظيم، انما اذا اطلق بقى ده هذا العرش اللي هو العرش. قال سننظر، النظر محل العين، وهل الصدق والكذب يبان بالعين؟ قال لك لا، ده انتقلت كلمة النظر دي من العين إلى كلمة العلم بالحجة. ولذلك يقول لك نظر، المسألة دي فيها إيه؟ فيها نظر، يعني ما تمرش كده، عايزين نقعد بقى كده. قال سننظر، أصدقت؟ المقابل لصدقت كذبت، كان يقول لي أصدقت أم كذبت. شوف برضو لطف السيد بالرعية، ما قالوش أصدقت وكذبت، لا أم كنت من الكاذبين، يعني إن كنت تكذب برضو ما انتش فز في الحكاية دي، الناس كتير بتكذب، ولا يمكن من الكاذبين ميلا لهم أو قريبهم، ما جابهوش بإيه في الصدق، مما يدل على أن إلهاماته كنبي
عارف انه هو صادق. انما اصل ما دام هننظر يعني انا مش هجامل جندي من جنودي، انا هنشوف بقى. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا. الله، يبقى اذا سليمان فكر وقال نكتب لها كتاب ونبعته مع الهدهد. بقى هو في الحوار كده سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين كده على طول. ام قال لك طب النظر هو ايه؟ نتبين بقى ونبعته المشوار، نقول طب ودي لنا الكتاب ده وننظر نشوف هيعملوا ايه. عشان ايه؟ اذهب بكتابي هذا. هو الكتاب كان جاهز. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. فكتب كتابا فيه ما ياتي دي كذا وكذا، وبعدين قال له ايه؟ اذهب بكتابي هذا. ولكن القران مبني على الايجاز، الشيء اللي ينعرف ما يتكلمش فيه، بدليل انه هيقول ايه؟ اذهب بكتابي هذا. يبقى في فتره كتب سليمان الايه؟ الكتاب، ويختمه مش عارف ايه، فالقه اليه ثم تولى عنهم. فانظر ماذا تولى عنهم، يعني ابعد عنهم شويه واستنى كده شوف هيعمل ماذا. يرجعون هيتراجعوا مع بعض، افلا يرون الا يرجعوا اليهم ايه؟ قوله، مش كده؟ يبقى المراجعه يعني ايه؟ ساعه ما يروح الكتاب هيتكلموا ويقولوا ايه، هي هتقول ايه وهم هيقولوا ايه، يبعد كده خليهم ما يشوفوكش وتعمل. طب هو لسه بيكلمه، يبقى معناها انه ايه؟ فاخذ الهدهد الكتاب وطار إلى سبأ وراح على بلقيس وادالها الكتاب. فلما قرأته قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ما جابش الكلام ده كله، لكن المعنى إنه مدام اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم، يبقى مما يدل على أن أوامر سليمان أوامر محوطة بالتنفيذ العادل. ولذلك لحم الجواب بتاع قالت، ما قالش بقى فذهب الهدهد ومش عارف وانتقل الامر وراح وعمل، بمجرد ما قال له اذهب بكتابي هذا فالقيه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، كان المساله خدت ايه؟ سرعه، لذلك انه جاب الكلام بتاعها ايه؟ قالت يا ايها الملأ، والملأ هم اعيان القوم واشرفهم والمستشارين، اني القي الي كتاب كريم. ايه كتاب كريم؟ ايش عارفه؟ كنت تسمع عن سليمان؟ ولا كتاب كريم لانه مكتوب بايه؟ على ورق بقى راقي وبخط جميل قوي وممهور بختم كده مش عارف ايه، يعني دليل على ان المساله ايه؟ قال ده كتاب مهم من إيه. وبعد ذلك قالت انه، اي الكتاب، من سليمان. اكن ديا شرح لكلمه القي الي كتاب ايه؟ انه من سليمان. يبقى لازم اعرف حكايه سليمان، وعرف ان جه نبي، وعرف ان كذا، وعرف كذا. انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. شوف الايجاز قد ايه. انه من سليمان، ده جاي منين؟ ونص الكتاب ايه؟ وإن الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إنه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلمة كلام إيجاز برقية، مش بقى عريضة، لا هي كده. ألا تعلوا علي، تعلوا يعني تتغطرسوا وتعملوا لكم ملوك وتزهم إنها لا عرش عظيم وإنها أتيت من كل شيء. وبعد ذلك لما يجي حد عشان يخبرها مش عارف ليه مش عايزين ننتظر بيه، كلمة موجزة كده. انت عارف ساعة ما يقولك هي كلمة يعني مش هنلوك كتير، ومرة تانية يقولك هي كلمة ورد غطاها، يعني ما فيش. الله، تبقى معناها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. خلاص قالت يا أيها الملأ. بقى الأول جابت الملأ، ولما جابت الملأ قالت لهم ان جاي الكتاب من سليمان ونصه هذا. وبعدين نتفاهم احنا بقى في الكتاب هنعمل ايه. يا ايها الملأ افتوني، احنا قلنا افتوني من افتى، زي اغناه وغني، غني بذاته واغناه غيره. افتوني
يعني ادوني قوة في الحكم اللي تصدروه. افتوني في امري. وامرها ولا امر الكل؟ ده بقول الا تعلوا علي واتوني، ويبقى امرها هي ولا امر الدولة كلها؟ أم قال لك لان قبل ما يخدش الدولة دي تبعية يعني يخدشناني. واتوني، قال افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا، يعني لا ابت في امر حتى تشهدون يعني تحضرون عندي. دي برضو ادت انها رغم ان لها سيطرة ورغم ان لها هيمنة ورغم ان لها كذا وكذا، برضو عملت ايه؟ مشورة للملأ تسمع منه. فالملأ لما سمعوا منها هذا الكلام قالوا لها ايه؟ قالوا الرد بتاعهم بقى، نحن اولو قوة، يعني اصحاب قوة، يعني اجسامنا قوية وعندنا شجاعة وعندنا بأس وعندنا عدد كبير، جيوش كتير، وعندنا عدد وآلاف، دي مظهر قوة. يعني ان كنت عايزة تدخلي معها في حرب احنا جاهزين، نحن ايه؟ اولو قوة اولو بأس شديد. الله، وعندنا العدد وعندنا كلمه بقى طويل، القرآن بيعمل برقيات. نحن اولو قوة واولو بأس شديد، والبأس ده يجي من كثرة العدد والبأس يجي من كثرة الايه؟ العدد. يبقى دي قوة حرب. ولا والامر اليك، احنا ما بنقولش اننا عندنا حرب يعني نروح حاربين، لا، احنا بنقول لك على ان عندنا كذا، وده مش رأينا بقى لان دي رأي سياسي مش رأي حربي. الحربي يستقبل الرأي من الرئيس اللي درسها سياسيا، يبقى الرأي السياسي هو اللي يوجه مين؟ يوجه الرأي الحربي، مش الرأي الحربي. يبقى ما عملناش دعوة بالحكاية دي، المسألة عندك انت ما تجيبلهاش، عندنا احنا جاهزين عندنا قوتنا، ولكن ان اردت الحرب اهي القوة اهي. والامر اليك ان اردت السلم، والامر اليك يعني قولي. فانظري ماذا تأمرين. قالت، هتقول رأيها بقى، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. ليه؟ لأن اللي جاي عايز ياخد ملك، عايز ياخد المالكين وينهب كل اللي عندهم. ليه؟ أم قال لك لأنه ساعة ما يوصل هناك مش ضامن إنه ينتصر، يوم يخرب الأول ولا يحفظ لما يعرف إن الأمور إيه؟ استقرت. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ده صحيح. ولذلك أي حكم يجي بعد حكم يشوف اللي كانوا السادة الأولين، لأن هم دول اللي يبقوا من غصين، يبقى عندهم لذة، يبقى عندهم خصومة، هم دول اللي وجعلوا أعزة أهلها أذلة. طيب، وكذلك يفعلون. الله، هي قالت رأيها، لكن قالوا أن الله أيدها في هذا. وصحيح هم كده، وكذلك إيه؟ بعضهم قال لنا ده من كلام مين؟ من كلام بلقيس، وكذلك يفعلون. كذلك إيه؟ طب ما هي قالت إنهم دخلوا قرارات الأسواق، ما فيش كاف التشبيه ولا أي حاجة. فكأن الحق قال وكذلك، يعني هي صادقة في هذا، مما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى رب الخلق أجمعين إذا سمع من عبد من عبيده كلمة حق يأيده فيه. مش معنى تعصب ضده يعني كده، لا، كلمة حق إيه؟ يأيده فيه. وكذلك يفعلون. ما دام قالوا لها الأمر إليك وهي قالت رأيها، يبقى الحل إيه؟ ابتدأ بقى عقلها وفطنتها اشتغل. قالت إن كان ملك هيسمع في خيرنا، وإن كان نبي مش هيقبه بهذا الخير، فأنا هبعت له هدية، بس الهدية دي بقى تناسب بلقيس ولا تناسبه؟ الاثنين زي بعض تناسبه، لانه مالك بقى ومش عارف ايه وبتاع، لازم هديه بقى يعني تلويه،
او تلوحه زي ما بيقولوا، تبقى هدية بقى يعني هدية. وعلشان تثبت لهم انها على ايه جانب كبير من الثراء ومن الغنى ومش عارف ايه، قالت له انا هبعت الهدية، فان كان من اهل الملك والدنيا هيقبل الهدية، نبقى نعرف ان هو بقى ايه عايز له شوية خراج وشوية مش عارف ايه والكلام ده، وان كان يرده يبقى مش من سكته الكلام ده بقى. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، اشوفهم هيقابلهم ازاي ويقول لهم ايه والمسألة تنتهي لايه. يبقى ده رأي جميل ولا مش رأي جميل؟ يبقى كونهم يقولوا الامر اليك يبقى دليل على ان كانت فيها خصافة وفيها ايه وفيها ذكاء. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، اي بالهدية. فلما جاء سليمان، الرسول بقى اللي رايح بالهدية، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاه. اتحسمت، انتوا هتمدوني بمال ده انا عندي ملك لا ينبغي لأحد من بعد. وبعد ذلك يدي حتة تانية يقول ايه، بل أنتم بهديتكم تفرحون. هديتكم هدية مضافة له، الهدية بتاعتكم، الهدية إما أن تكون لي وإما أن تكون الإضافة دايما يا بمعنى اللام قلم زيد، يبقى الإضافة هنا بمعنى إيه اللام قلم لزيد، أردب قمح أردب من، يبقى الإضافة تأتي بإيه يا بمعنى اللام أو من، وتأتي بمعنى فيه مكر الليل يعني مكر في الليل. الله، طب الهدية هديتكم هدية لكم ولا هدية منكم؟ عايز نختم على الاثنين، إن أريناها على أنها هدية منكم لي أنتوا تفرحوا بأنكم قدمتوا لي هدية حلوة كده وعايزين تلوحوني به، ولا هدية لكم ده أنتوا لما يجي لكم الهدية تفرحوا. ما شاء الله يا مولانا ربنا يكرمك يا شيخ. وأنا رددته هترجع لكم، أنتوا هتفرحوا اللي رجعت كمان. يا طب شوف ثلاث معاني. ما شاء الله. نعم. فلما جاء سليمان أي رسول بالهدية قال سليمان أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل اضرب عن الكلام الأولاني بل أنتم بهديتكم تفرحون، بهدية منكم ليه تفرحوا أنكم قدمتوا لي يعني هدية يعني، أو لكم إذا تقدمت لي كنت هدية تفرحوا، أولا لما رد الهدية لكم هتفرحوا اللي رجع تقولوا بركة يا جامع. نعم. ارجع إليهم، مش هو قالت فناظرة بما يرجعوا ده، هي قالت كده أكيد يعني عارف النص الكلمة يعني، هي مش ناظرة بما يرجع، ارجع يا سيدي كأنه برضه عنده ايه إشراقيات النبوة. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. مسألة بقى تدخل فيه، احنا كلامنا نبوة مش ملك، ولنخرجنهم منها أزلة، مش هي قالت كده؟ وبيكشف عليهم، مش قالت إيه ان الملوك اذا دخلوا قناه الايه وجعلوا أعزة اهلها أزلة، الناس ارجع من فناظرة بما يرجع المرسلون وأزلة وأعزة، هم عيلة كده كأنه عنده إشراقات ايه إشراقات نبوة ما شاء الله. نعم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، كل واحد يقول لك لا قبل لي بهذا الشيء، قبل يعني مقابل، لا أستطيع مقابلة هذا الأمر، لا أستطيع مقابلة هذا الأمر، يعني أنا أضعف من أن أقابل هذا الأمر. ولنخرجنهم منها أذلة، وهيسلب بقى ملك وبتاع،
وبعدين يزودها. طب ذليل وهم ايه؟ وهم صاغرون. لنخرجنهم من الملك أذلة، لانه كانوا ملوك وبقوش ملوك. ما يمكن يعيشوا رعيه يا سيدي، يقبلوا انهم يعيشوا رعيه بيبقوا الصاغرين. أم قال لك لو صاغرون يبقى بالاسر والقتل. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها. الملأ يوم الجماعه اللي قاعدين وياه، ايكم ياتيني بعرشها. شوف بقى كمان، شوف بقى برضو اشراقات النبوه. ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. كانه بقى عنده اشراقات انهم بقى ساعه ما رجعت الهديه وعرفت انه مش عارف، قالت لا ده حدا احنا نروح بقى. الله ما دام قال قبل ان ياتوني مسلمين يبقى عارف انهم ايه، انهم جايين. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. ياتوني مسلمين يبقى هو عارف انهم جايين، يبقى عايز اللي يقوم بقى يجيب العرش لسه هيقوم من هنا ويروح لسبأ ويحل العرش ويجي ونركب العرش وهم جايين في السكة. طب ازاي المدة دي تتحمل؟ فلم يتكلم انسي عادي، مش في طاعته ما يعملش، لانه انا عايز تجيبوا العرش قبل ان ايه ياتوني المسلمين. يبقى معنى العرش هيجي سليم وينفك من هناك وهم جايين وانت لسه هتروح وتحل العرش وتجيبه وتركبه قبل ما يجوا. يبقى ده عايز ايه بقى؟ عايز زمن واسع. فلم يتكلم الانس العادي، مش شغلته، سكت. ولم يتكلم الجن العادي، بل قال عفريت من الجن. ما هو الجن برضو زينا فيهم لبقة وفيهم عفريت. فالانس الانسان العادي ما اتكلمش، والجن العادي ما اتكلمش، لان المساله عايزه بقى عايزه معلم كبير. قال عفريت من الجن، وعفريت دي فيها تعفير التراب. كان زمان لما يعملوا مسابقه عدو وجري او لخيل او اي حاجه، يقوموا يطلعوا في المضمار، يقوم اللي يمشي الاول بخطوتين يصير الغبار والعسير على اللي وراه فيلخمه يعطله، يقوم هما يبقى ايه، فيقال عفريت اي عفر من وراءه. عفر ايه من وراءه؟ او ان هو لما يجي واحد يعرضه كده يروح جايب تراب ولا عفره بالتراب. يبقى جن خبيث وماكر. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قبل ان تقوم من مقامك دي كلمه مجمله. مقامه قد ايه؟ نشوف هو كان بيقعد وياهم للحكم قد ايه وللعلم ولمدارسه الامور، ساعه ساعتين. اذا اللي يحددها ايه؟ مده الاقامه اللي كان بيقيمها وياهم على شرعه. وقبل ان تقوم من مقامك يعني مش هنأجلها الجلسه تانية، مش هنأجلها دلوقتي. قال له انت هتجفالي قبل ان تقوم من مقامك؟ شاف حد يتكلم تاني؟ ما قالناش حد يتكلم تاني الا بالوصف. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. طب بالله انا هتكلم الكلمة، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. شوف انت جرب كده على ما انا اقول الكلمة دي تكون طرفك اتردت كم مرة؟ مرتين ثلاثة. من مرة قبل ما تفرد طرفك. الله. يبقى العفريت من الجن خد مدة. قال له قبل ان تقوم من مقامك، ان كان ساعة ان كان ساعتين ماشي، انما قبل ان يرتد اليك طرفك. مسألة دي على ما يتكلم الكلمة يكون الطرف اتردد.
ولذلك ما قالش فذهب فجاب، قال فلما رآه مستقرا عنده. الله، ايش هذا على طول كده؟ ايه ما كده لازم السرعة كده، لازم الايه السرعة. قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك ايه طرفه. طب ارتد ارتد كم مرة؟ فلما رآه مستقرا، ما حدش فلما رآه ايه مستقرا عنده. طب العلماء بقى قالوا من الذي عنده علم من الكتاب؟ اولا ما هو الكتاب؟ قالوا اللوح المحفوظ يعلم الله فيه بعد خلقه اسرار، اسرار الايه؟ اسرار اسرار الكون. انت عايز حاجه تيجي عيلها يا الله. اذا كان العفريت وهو مكلف يستطيع انه يجيبه قبل ان تقوم من مقامك. والهيصه دي اللي عنده علم من الكتاب يبقى اكثر من ايه؟ مش عايز زمن، مش عايز ايه؟ بدليل انه قال ايه؟ قبل ان يرتد اليك طرفه، والطرف يرتد بس عند كلمه ايه؟ ان اتيك به. فلما رآه مستقرا عنده. الناس سنين قالوا لا ده آصف ابن ورقية، ده رجل صالح كان ربنا بيديله أسرار مش عارف الايه. جماعة قال لك لا ده هو نفسه مين؟ سليمان. كأن العفريت لما قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك، يبقى سليمان. ليه؟ ازاي يعني؟ أم قال لك لانه لو كان واحد تاني يبقى التاني له تفوق في معرفة الكتاب قبل سليمان. ام رد عليه قال له طب ما يدي عظمة لسليمان ان هو فوق اللي يعرف الحكاية دي، والمزايا لا تقتضي الافضلية، وانه اللي يبقى بالشكل ده في خدمة مين؟ في خدمة سليمان. هو لما يكون واحد عظيم قوي قوي يوم يعرف كل حاجة بقى يعني نقول للملك تعالى بقى صلح لنا دورة المية؟ لا، من عظمته انه يسخر الايه انما برضو احنا نميل الى انه مين؟ الى انه سليمان. والى لقاء اخر ان شاء الله.